بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. انتوا السنة دي هتدرسوا بعض المزامير، ومطلوب ان انتوا كمان تحفظوها، والآباء قالوا لي ان هيسمعوا لكم وهيبقى في جوائز للي يحفظ المزامير دي، وهيبقى في كل ليلة في مزمور، لكن كمان بعض القداسات هيبقى فيها مزامير. يعني على اخر النهضة تكونوا حفظتوا حوالي 19 مزمور. مفروض الصبح النهاردة في القداس كان مزمور الاول اللي بيتكلم عن النعمة اللي فيها الابرار والشقاوة اللي فيها الأشرار. هناخد دلوقتي المزمور الثاني، وهو مزمور يسموه من المزامير الماسيانية. ماسيانية معناها مزمور بيتنبأ عن المسيح، ودايما النبوات عن المسيح بتتفسر في ثلاث مستويات. أرجو تركزوا معايا. أول مستوى بنسميه التفسير التاريخي، يعني مقصود بالنبوة كلام حصل في نفس الزمن اللي كتبت فيه، ده التفسير التاريخي. وتاني نوع من التفسير اسمه التفسير الرمزي، ان كل كلمة في النبوة بترمز للمسيح. وثالث نوع اسمه التفسير الروحي، وده مقصود به انا شخصيا استفيد به ازاي. التفسير التاريخي نقول مثلا داود كان يقصد وقتها كذا. التفسير الرمزي نقول ازاي بينطبق الكلام على السيد المسيح. تفسير الروح ازاي ينطبق علي انا واستفيد بيه في حياتي الروحية. المزمور بيبدأ بكلمة لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب في الباطل. كلمة لماذا معناها واحد بيسأل. السؤال ده ممكن يكون ليه ثلاث معاني. اول حاجة الاستفهام، واحد بيستفهم ليه ارتجت الامم. وتاني حاجة التعجب، انا متعجب هما ليه الامم مهزوزين قوي قدام الرب ومسيح. وتالت نوع هو التوبيخ، زي لما واحد يقول لابنه انت ليه عملت كده، مش قصده عايز اجابة لكنه بيوبخه. فالثلاث معاني موجودين في هذا السؤال. داود بيسأل ليه الأمم بترتج وتهتز وتعاكس المسيح وتضطهده وتقوم ضده وتصلبه. أنا مستغرب، أنا متعجب، وبيوبخهم في نفس الوقت. الإجابة هي أبغضوني بلا سبب. المسيح ما عملش حاجة تستاهل إن الأمم ترتج والشعوب تفكر بالباطل ضده. قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. طبعا قام ملوك الأرض، ممكن نقول ان ساعة ما المسيح اتصلب كان بيلاطس وهيرودس ضده، وكذلك الرؤساء اللي هم رؤساء الكهنة ورؤساء الشعب قاموا ضد المسيح. التفسير التاريخي ان الكلام بيتكلم عن داود، لان هو قام عليه شاول الملك وقام عليه
الجيش كله بتاع الدولة وهو ما عملش حاجة غلط، أبغضوني بلا سبب. والتفسير الروحي لما واحد فينا يلاقي نفسه الناس بتعكسه أو بيقفوا ضد الكنيسة أو ضد الإيمان، فالواحد يستغرب يقول احنا عملنا ايه لده كله؟ السؤال فيه تعجب. اللي قاموا ضد المسيح ما كانوش بس وقت صليبه، ولكن من وقت ميلاده. كلكم عارفين ان لما السيد المسيح ولد والمجوس جاءوا من المشرق وقالوا اين هو المولود ملك اليهود، ارتجت اورشليم كلها، وهيرودس الملك قلق واحتار وارسل واستدعى رؤساء الكهنة وكتبة الشعب واستفهم منهم اين يولد المسيح، فقالوا له في بيت لحم اليهودية. فاستدعى المجوس وقال لهم اذهبوا وافحصوا عن الصبي بتدقيق، ومتى وجدتموه ادوني خبر عشان اروح انا واسجد لي. وهو كان مهتز جدا. وعلى فكرة دي واحدة من ضمن البراهين القوية على ألوهية المسيح، لأن لما طفل صغير لسه في اللفة ويزعج ملك، معناها الطفل دوت فيه حاجة غير عادية. الحاجة الغير عادية دي هي اللاهوت المرعب. فهيرودس الملك قلق واضطرب وارتج وتفكر في الباطل ضد المسيح، وتآمر مع الرؤساء ضد المسيح. وبعدين لما المسيح جه مصر، وطبعا دي كانت بركة لينا ان العيلة المقدسة تأتي الى اراضينا، برضو في مصر ملقوش مستقر رجليهم، بدليل ان هما العائلة المقدسة قعدت تتنقل من حتة لحتة لغاية لما وصلوا لأقاصي الصعيد. وبعدين لما جه الخبر عن طريق الملاك ان هيرودس مات، رجع يوسف النجار ومعها الطفل يسوع ومريم. ولما كبر المسيح وابتدى يخدم، ما كانش حد مريحه، ياما قاموا ضده وتآمروا، وياما ناس اجتمعوا حواليه عشان يصطادوا كلمة من فمه. وحتى وهو بيعمل المعجزات كانوا بيراقبوه لعله يشفي في السبت، ولما كان يخرج الشياطين كان يقولوا هذا ببعل زابول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. وقالوا عن المسيح كلام رديء جدا لما قالوا ان هو اكول وشريب خمر، محب للعشرين والخطاة، وقالوا عنه انه مختل العقل، وقالوا عنه انه مضل. حقيقة يعني حاجة صعبة جدا، كل الشعوب كل الامم كل القبائل تآمرت ضد الرب وعلى مسيحه. ايه كلمة مسيحه؟ المسيح هو كل من مسح بالزيت المقدس. عشان كده داود النبي زمان قال عن شاول الملك مسيح الرب، وقال لرجاله حاشا لي من قبل الرب ان اعمل هذا الامر بسيدي بمسيح الرب فأمد يدي إليه لأنه مسيح الرب. هو مسيح الرب لأن سبق قبل كده أن صموئيل النبي دهنه بالدهن المقدس ومسحه ملك. فكلهم مسحاء، لكن إلهنا السيد المسيح اسمه المسيح بالألف واللام، تمييزا له عن كل المسحاء. والمسيح سمي بهذا الاسم لأنه مسح بالروح القدس يوم المعمودية، بالرغم أنه هو الله الظاهر في الجسد. والروح القدس في الأصل منذ الأزل هو روحه، لكن ما يمنعش أنه لما تجسد
وبقاله جسد انسان وطبيعه الانسان، ان يمسح من الخارج بمسحه الروح القدس يوم المعموديه. عشان كده تنبأ عنه اشعياء وقال روح الرب علي لانه مسحني. هو من داخله متحد بالروح القدس ومن خارجه ممسوح بالروح القدس، وكان فيه نوع من انواع التقدمات في العهد القديم تحمل هذا المعنى. كانوا بيقدموا فطير يقول ملتوتة بالزيت ومدهونة بالزيت. ملتوتة يعني وهم بيعجنوها بيحطوا زيت، فيبقى الفطيرة كلها متشبعة بالزيت، ولما يجي يسووها في الفرن يدهنوها بالزيت من بره فوق وتحت. أبائنا القديسين هما بيفسروا قالوا كلمة ملتوتة بالزيت رمز لأن المسيح إلهنا متحد بالروح القدس منذ الأزل، وممسوحة بالزيت من بره رمز لأنه هو في ملء الزمان مسح بالروح القدس عند المعمودية. فلما أقول قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، يبقى الرب هنا معناها الاب ومسيحي معناها الابن. لكن اذا كنا هنبص في التفسير التاريخي هيبقى داود بيقن ان فيه ناس قايمه ضده هو وهو مسيح الرب، واعتبر لما حد يقوم ضده هو يبقى كمان ضد ام ضد الله نفسه الذي مسحه. دي عاملة زي بالظبط لما شاول الترسوسي اللي هو بولس الرسول كان بيضطهد الكنيسة، المسيح ظهر له في السكة وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ انا متخيل شاول بيقول له انا ما اضطهدتكش، انا اضطهدت ناس غيرك. فيقول لا انت ناسي من يمسكم يمس حدقة عينه، يعني اللي بيخبط حجر في استفانوس الحجر جه في المسيح. عشان كده اللي بيقوم ضد مسيح الرب يبقى قام ايضا ضد الرب نفسه. اما من جهة التفسير على المسيح فعايز اقول لكم تقريبا كل الناس اللي مش بيؤمنوا بألوهية المسيح يؤمنوا بألوهية الآب وإن كانوا مش مسميينه الآب. فاللي بيبغض المسيحيين في الحقيقة مش بيبغض الله الآب، ده بيبغض المسيح فقط الابن، يقولوا ده المسيح ده مش هو الله ولا هو ابن الله ولا الكلام الخرافات بتاعتكم. يبقى كلامهم موجه ضد الابن مش ضد الآب. فإزاي يقول على الرب وعلى مسيحه؟ ده كان مفروض يبقى على مسيحه بس، محدش يتكلم ضد الله الآب. يعني نلاقي المسيح يشرح لنا يقول الذي يبغضني يبغض أبي أيضا. يعني مش عايزين واحد يضحك على نفسه ويقول أنا بحب الله وبكره المسيح، مش ممكن، لأن الله الآب والابن الابن مساوي للأب في الإيه؟ في الجو. فاللي يحب الابن يبقى حب الآب، واللي يبغض الابن يبقى يبغض الآب. عندما قام اليهود ضد المسيح يبقى قاموا ضد الآب أيضا اللي هم بيعبدوه. قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، قالوا إيه بقى؟ لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربوطهما. هم حاسين ان الرب ومسيحه مكتفينهم فعملوا ثوره وقالوا احنا لا عايزين الرب ولا عايزين مسيح. عامل زي المثل اللي قاله السيد المسيح ان في ملك جاب عبيد واعطاهم وزنات وبعدين سافر، فالناس بعتوا له سفاره قالوا لا نريد ان هذا يملك علينا. فبرضه المسيح عملوا كده فيه،
قالوا ليس لنا ملك إلا قيصر، لا نريد أن هذا يملك علينا. ليه؟ قالوا عشان هو تقيل علينا، أوامره وطلباته متعبة. بينما المسيح كان قال لنا معلومة غير كده لما قال نيري هين وحملي خفيف، ومعلمنا يوحنا يقول في رسالته وصاياه ليست ثقيلة. هي حقيقة تبقى ثقيلة على الإنسان اللي مش بيحبه، أي حاجة مطلوبة تبقى تقيلة ومملة ومتعبة. في واحد يقول لك كل يوم والتاني نخلص من صيام، يطلع علينا صيام، وبعدين لما نيجي نتناول لازم نصوم قبل التناول، ما كل الناس بتبقى واكلة وتتناول، شمعنا كنيستنا وقداسنا طويل والكتاب المقدس صعب، مش قادرين نفهم فيه حاجة، والوصايا متعبة. يعني ايه احب اعدائي؟ يعني ايه واحد يضربني على خد حوله التاني؟ يعني ايه اسامح؟ يعني ايه اتنازل عن حقي؟ فحاسس الوصايا ثقيلة لانه قلبه مفهوش محبة لله. بينما لما يكون انسان محب لله المحبة تلغي التعب وتخلي كل مجهود بتعمل محبوب ومرغوب، لان دايما الانسان يحب يتعب من اجل احبائه. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع الإنسان نفسه لأجل أحبائه. فإذا كان هو حبنا بهذا المقدار مفروض أن احنا نحبه، يعني أقل واجب أقل رد جميل نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. ولما نحبه هنلاقي النير بتاعه هين والحمل خفيف والوصايا ليست ثقيلة. هؤلاء الأشرار قالوا عن المسيح عايزين نقطع قيوده ونطرح عنا ربطهما. الوصية صارت في نظرهم قيود. لما يقول لك لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، بقت قيود. احنا بالنسبة لنا الوصية سور. حد في الدنيا يفكر ان السور المعمول فوق السطوح قيود ولا حماية؟ يقول لك هد السور ده عشان الواحد يشم نفس، حبش انا القيود. قيود ايه ده؟ انت لو شلت السور الناس تقع تموت. لازم يبقى في سور يحميني. بقى واحد اشترى حتة ارض ما يصورهاش عشان يحميها، هيقعد فيها ازاي وهي ما فيهاش سور ولا ابواب؟ كل الناس تبقى تتفرج عليه. الله اعطانا الناموس سور مش قيود، وعشان كده بنعبر عنها في القداس الغرغوري لما نقول اعطيتني الناموس عونا مش قيود. دايما الشرير يشعر ان الوصية قيود، والانسان البار يفرح بالوصية. يقول المزمور ابتهج انا بوصاياك كمن وجد غنائم كثيرة. وصية الله مفرح. طيب الكلام دوت تفسير التاريخي معناها ناس ضد داود، التفسير الرمزي ضد المسيح. طب التفسير الروحي لينا احنا، يقول المسيح ان كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون باليابس؟ اذا كانوا رفضوا المسيح وانكروه واهانوه والاموه وموتوه، يبقى نستغرب لما حد يعاكسنا ويضايقنا ويضطهدنا. على طول يجي في بالي هذا المزمور. انت داخل شغلك ولا داخل كليتك ولا الجيران حد بيضايقك،
وقف صلي بهذا المزمور، اقول له يا رب لماذا ارتجت الامم وانا عملت لهم حاجة؟ لماذا تفكر الشعوب بالباطل؟ ليه بيقوم ملوك الارض والرؤساء ويتأمروا معا عليك وعلي؟ انا ابنك مسيحك، ما احنا برضو مسحاء لاننا اتمسحنا بالميرون. عمالين يقولوا لنقطع قيودهما، وانا ايدتهم في ايه؟ انا زعلتهم في ايه؟ ولنطرح عنا ربطهما، انا ربطتهم في ايه؟ ده انا حتى بتعامل معهم بمنتهى الحنية والمحبة. يرد المزمور يقول لك ابغضوني بلا سبب. طب ايه بقى ربنا موقفه ايه؟ الآية 4 يقول الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم. يعني ايه يضحك ويستهزئ؟ انا بتخيل زي ما يكون في طفل صغير وقف قدام باباه وتنرفز قوي وخبط رجله في الارض وقال له انا هموتك، وقعد يخبط فيه كده، فبابا يقعد يضحك لان لا هيعرف يموته ولا حاجه، وعارف ان هو عيل ما فيهوش قوه، ده هو بس لحظه غضب وعدم فهم. فلما الناس تهيج ضد الكنيسه ربنا في السماء يقول مفكرين نفسهم هيعملوا حاجه دول؟ ياما وقف ناس وقالوا احنا هندمر المسيحيه، وربنا قاعد في السماء يتفرج ويضحك يقول دول هيعرفوا يدمروا حاجة؟ ياما أباطرة وملوك قالوا احنا هنمسح المسيحية من على وجه الأرض، والرب في السماء يضحك بهم يقول ورونا شطارتكم. والعجيب ما من ملك أو رئيس أو إمبراطور أو حاكم قام ضد الكنيسة وإلا كان هلاكه هلاكا مريعا، وهو ينتهي والكنيسة رفع رأسه. الرب الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم. عامل زي لما شاول الترسوسي اجتمع وجمع الناس ومسكوا استفانوس رموه في حفرة وكل واحد بعزمه يمسك حجر ويرمي لغاية لما مات استفانوس، ورجعوا فرحانين كده يعني ايه فش غلهم في استفانوس. ربنا باصص من السماء يقول لهم انتوا خلاص كده مبسوطين قوي؟ طب ايه رأيكم الذين تشتتوا بسبب استفانوس جالوا مبشرين بالكلمة؟ يعني اللي انتوا عملتوه جه ضدكم. الذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمة. وانت يا شاول الترسوسي عامل نفسك ياما هنا ياما هناك، طيب انا هاخدك وخليك انت اللي تكرز بالانجيل، وانت اللي تكون ليا اناء مختار، وهوريك ازاي هتستحمل الالم من اجل اسمي. ياما الناس يفكروا ان هم يقدروا على ربنا لكنهم ينكشفوا سريعا. اليهود قاعدين يخططوا ازاي يخلصوا من المسيح، وهم مش عارفين ان كل الخطط والمؤامرات بتاعتهم هي تنفيذ لإرادة المسيح ان يصلب. عايزين يصلبوه وهو يقول انا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع. قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان هو مزمعا ان يموت. هو اللي مزمع مش هم اللي هيخططوا له. الله يستخدم كل مؤامراتهم لخدمة قصده. محدش يقدر يغلب ربنا. اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. الرب يستهزئ بهم. يطلع واحد عامل نفسه حكيم ويطلع على شاشات التلفزيون يتكلم ضد الانجيل وضد المسيح
وكلام مفكر نفسه من العلماء، وممكن طفل صغير في مدارس احد يقعد يضحك على الرجل اللي بيهبل في التلفزيون ده، يقولك ده بيقول ايه ده، لان الرب في السماء يستهزئ بهم. قال الجاهل في قلبه ليس اله. جليات الجبار وقف كده عملاق كبير يخوف الناس شكله بس، وقال لهم راجل فيكم يطلع له. فربنا نظر من السماء واستهزأ وضحك وقال له لا مش هطلع لك راجل، هطلع لك عيل يغلبك. وبعدين كمان ايه، انت معاك سيف ورمح، يقول لك كانت قناة رمحه زي نول النساجين، حاجة عجيبة. انا هجيب لك عيل صغير معاه نبلة ومعاه زلطة عشان تعرف ان فضل القوة لله لا منا. الشيطان ظن انه خلص من المسيح لما اتصلب، بينما المسيح بالصليب جرد الرياسات والسلاطين واشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه في الصليب. ولذلك كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، ما هم مش عارفين حاجة، هالكين وجهلة. اما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله، لان احنا عارفين قوة الله شكلها ايه. الرب من السماء يستهزئ به. كلمة الساكن في السماوات ممكن نعتبر السماوات هي القديسين، كل واحد فيكم سماء، كل واحد فيكم مسكن لله، كل واحد قلبه عرش يجلس عليها الله. فالساكن فيك يضحك ويستهزئ بيه. خلي بالكم دايما القاعد في موقف صعب وبيضحك معناها اعصابه شديدة وقوي، اقوى من الموقف نفسه. عايزكم تتخيلوا مثلا ماتش كور وفي فريق داخل عايل هم لان الفريق اللي هيلعب قدامه له شهرة عالمية وفريق لا يقهر، فتلاقي لعيبة داخلين مضطربين وقلقانين، والتاني داخل بمنتهى الثبات بيضحكوا مع بعض لانهم عارفين الفريق اللي قدامهم دوت يعني حبة عيال مش هياخدوا منهم مجهود. هيرودس الملك ساعة ميلاد المسيح اضطرب، والرب في السماء بيضحك بيه، انت قلقان ليه؟ ده حتة عيل، انت مش شايف فيه ايه؟ فكلمة يضحك ويستهزئ بهم برهان قوة شعب الله. أرجو أن أنتم لما تتعرضوا لمواقف شديدة تبقى أعصابكم هادية وتاخدوا الموضوع بضحكة، لأن الإنسان دايما اللي ياخد الموضوع بضحكة معناها أنه واثق في نفسه قوي، ثابت قوي من جوه. أما واحد يستفزك بكلام فتتنرفز وتعلي صوتك وتتنطط وتزعل وتشتكي، يقعدوا مع بعض يضحكوا يقول لك نرفزناه. فانت احسن لك تكون مثل الهك اللي هو يضحك. طب بعدين هيقعد ربنا يضحك وبس؟ يقول لا، حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه. مش هيقعد يضحك واحنا نتعذب، هيجي وقت ربنا ينتقم انتقاما مريعا. ما تخافوش، هوذا الهنا الانتقام ياتي. لابد في لحظه الله يظهر بمجده وينتقم لشعبه، لكنه بينتقم وهو بيضحك، لان ده لعب عيال، كل واحد عمل نفسه راسه براس ربنا عمال يخبط فيه، ده شغل عيال. فربنا يقرص ودانه كده وهو لا يهتز. فيما هو يضحك يستهزئ بهم يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه. طبعا محدش قد غضب ربنا،
سيد المسيح قال ايه؟ شبه نفسه بحجر، قال اللي يتكعبل في الحجر يتردد يعني يتعور، واللي يقع عليه الحجر اسحقه. فاذا واحد اتكعبل في المسيح هو اللي هينضر مش المسيح، ولما المسيح يتكلم عليه بغضب هيسحقه. فاحسن للناس ان هم ايه؟ يلموا نفسهم وما يعكسوش المسيح. سيد المسيح على قد ما اتكلم كلام طيب وجميل وقال طوبى للودعاء لانهم يرسون الارض، لكن في موقف معين مسك كرباج وطرد الناس من هيكل اورشليم وقال لهم بيتي بيت الصلاه يدعى وانتم جعلتموه مغاره لصوص. بعد ما قال التطويبات رجع قال الويلات. اللي ما يسمعش التطويب هيسمع الويل. هو اله طيب فعلا، ولكن وقت الشدة يبقى شديد، عشان كده يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه. يرجفهم يعني يرعشهم. يا مناس ظنوا في انفسهم ان هم يقدروا، فاكرين قصة نبوخذ نصر وبلشصر؟ بلشصر ده جاب اواني الهيكل وشرب فيها خمر هو اصدقاء، واجل سماجنا وفيها رأس وفيها خلاعة، واواني ربنا استخدموها في الخمر والسكر، وهو قاعد بس لقى ايد بتكتب على الحيطة فارتجف. طب ما انت كنت عامل نفسك ملك وبتعاكس ربنا، بتجيب اوانيه وتهينه، دلوقتي ترتجف؟ وقال ابعتوا هاتوا السحرة والمنجمين والعرافين يقولوا لي الكتابة دي ايه، ومحدش عرف يفك له لغزاه غير دانيال. وقال له وزنت في الموازين فوجدت ناقصا، احصى الله ملكك وانهاه، وهيقسم الملك المملكة بتاعتك على مادي وفارس. وفي نفس اليوم مات هذا الملك. هيرودس الملك في يوم معين لبس الحلة الملوكية وقعد الشمس بتضرب فيه وبيلمع الألماز والجواهر اللي في التاج بتاعه، والناس صرخت وقالت هذا صوت إله لصوت إنسان. يقول في الحال ضربه ملاك الرب فدود ومات. الله على قد ما هو طويل الروح وكثير الرحمة، لكن في احيانا الناس بيستنفذوا كل الوسائل اللي ياخدوا بها رحمة ربنا ويضيعوه، فينزل عليه ربنا بغضبه. فرعون الملك ايام موسى اول ما جاله موسى وقال له الرب التقانا في البرية وعايزنا نخرج ونصلي له، قال له مين هو الرب؟ امشي امشي، لا اعرف الرب واسرائيل لا اطلقه. قال له ما تعرفش الرب؟ قال له ما اعرفش الرب. طب هعرفك بذاته. كل ما يعمل ضربة يرتعش فرعون ويبعت لموسى يقول طب صلي للرب وانا خلاص هطلق الشعب. يصلي موسى وترتفع الضربة ويرجع يتجبر فرعون لغاية لما مات في البحر هو وجنوده وعساكره ومركباته. يا بخت الانسان اللي يسمع تنبيه الرب من اول لحظة، ما يستناش لغاية ما ينزل عليه الغضب. اما انا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. طبعا الملك هنا هو المسيح اللي قيل عنه في سفر الرؤيا رئيس ملوك الارض، واتقال عليه مرة تاني مكتوب على ثوبه وعلى فخذه ملك الملوك ورب الارباب. مكتوب على ثوبه إشارة للجسد التجسد، وعلى فخذه إشارة إلى لاهوته
هو منذ الأصل ملك الملوك ورب الأرباب لأنه هو الله، ولما تجسد لم يفقد هذه الصفة. صحيح عاش في وسط الناس في منظر فقير وغلبان، لكن لم يفقد مجده في لحظة، لم يفقد، كان هذا المجد مختبئا، عامل زي راجل لواء في الجيش او في البوليس ومعلق الرتب وليه الفخامة والمجد والكرامة، لما بيروح البيت بيقلع الرتب دي، بيلبس بيجامة بسيطة وشبشب في رجله ويعيش حياته ببساطة. هل لانه جوه بيته عايش ببساطة فقد مجده ورتبته؟ هو مجده جواه مش في المنظر الخارجي. اولاده بيحترموه بيحبوه، ومراته تفتخر بيه وتحبه وتحترمه، والجيران عارفين ان ده سيادة اللواء. لما يطلع في البلكونة ولابس حاجات سبور كده، الناس فاهمة الراجل ده هو اللواء، سواء لبس او ملبس، احنا ما يهمناش اللبس. فالمسيح هو الله، لما لبس ملابس بسيطة اللي هي الجسد لم يفقد مجده. عشان كده في سفر الرؤيا اصحاح 19 يقول له على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. بيلاطس لما كان بيحاكم السيد المسيح قال له أنت إذا ملك؟ أجاب يسوع أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق، كل من هو من الحق يسمع صوتي. هنا الآب السماوي بيقول أنا مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. صهيون اسم شفري رمزي للكنيسة، فالمسيح ملك على الكنيسة. صحيح هو رئيس ملوك الأرض وهو ملك الملوك ورب الأرباب وملك لكل الخليقة بما فيها الأشرار غصب عنهم، لأن المسيح هو اللي خلقهم، وملك على الجميع حتى على الشيطان، وملك على جميع الأماكن يملكها حتى الأماكن القبيحة والشريرة. لكن ملكه الحقيقي يستعلن في الكنيسة، ملكه الحقيقي يستعلن في قلوب الناس اللي أحبوه وقالوا له تعالى أملك على قلوبنا، والناس اللي رافضينه كأنهم بينشئوا لأنفسهم مملكة داخل المملكة، ومملكة تنتمي إلى عدو شرير هو الشيطان. عشان كده إحنا أبناء الملكوت بنقول له في الصلاة الربانية ليأتي ملكوتك. يأتي ملكوتك يعني لينتشر ملكوتك على الأرض. ياريت يا رب يسوع كل القلوب تبقى ملكك، محدش يسلم نفسه للشيطان. ياريت الناس الملحدين يعرفوك، ياريت الناس اللي بيكرهوك يحبوك ويكتشفوك، ياريت المسيحيين اللي رافضينك ومهملينك ينتبهوا لنفسهم ويملكوك على قلوبهم. ياريت الناس اللي عندها آلهة وملوك تملك على قلوبها زي المال أو الجمال أو الشهرة أو الوظيفة أو المكانة ينتبهوا لأنفسهم ويملكوك أنت على حياتهم. المسيح مسح ملكا على صهيون جبل قدس الرب. إني أخبر من جهة قضاء الرب. ما هو قضاء الرب؟ إيه الحكم بتاعه؟ قال إيه؟ قال لي أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. كلمة اليوم مش معناها النهاردة، لكن معناها كل يوم، لأن الله ما عندوش ماضي ومستقبل. الماضي والمستقبل دول بتوع الناس الخاضعين للزمن زينا، اللي هو كل يوم بيعد علينا بيكبرنا في السن. الله مش بيكبر في السن لأن الله أزلي، فما عندوش ماضي ومستقبل، عنده كل شيء حاضر. ف
فلما يقول أنا اليوم ولدتك معناها ولادة الابن من الآب، ولادة أزلية ومستمرة. ما قالش أنا ولدتك زمان، كان يبقى فعل ماضي، يبقى الله بيعد عليها أيام، وكأن المسيح ولد وخلصت القصة. لكن انتوا كلكم بتقولوا في قانون الإيمان عن المسيح المولود من الآب قبل كل الظهور. كلمة المولود معناها ان المسيح مولود من الآب باستمرار، مش زي الطفل اللي اتولد من أمه بيتولد في لحظة ولا في نص ساعة وتنتهي قصة الولادة. لكن المسيح مولود من الآب زي خروج النور من اللمبة باستمرار باستمرار باستمرار، زي خروج الفكر من العقل باستمرار، زي خروج التيار بتاع المية من الينبوع البير باستمرار، زي سريان تيار المية جوه نهر النيل باستمرار. عشان كده قال أنت ابني أنا اليوم ولدتك. هذه الآية استخدمها معلمنا بولس الرسول ليثبت بيها أن المسيح متميز عن كل الخليقة، زي ما قال في عبرانيين 1:4-5: لمن من الملائكة قال قط أنت ابني أنا اليوم ولدتك؟ الملائكة أولاد الله بس لأنه خلقهم، وإحنا أولاد الله لأنه خلقنا. أما الوحيد اللي ابن الله وهو مش مخلوق هو المسيح، مولود غير مخلوق لأنه مساوي للآب في الجوهر. لما قال له أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، قال له اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك. طبعا إذا كان مسحه ملكا على صهيون، وصهيون دي جبل في اليهودية، قال له أنت مش ملك على اليهود بس، ده أنا هخليك ملك على كل الأمم، وإحنا المصريين جزء من هؤلاء الأمم. أصلنا ما كناش يهود، إحنا كنا وثنيين، جدودنا الفراعنة كانوا أمم، فربنا جمع اليهود مع الأمم في جسد واحد ليكون للجميع شركة مع المسيح. عشان كده قال له أعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك. برضو لو رجعنا للتفسير التاريخي هيبقى الكلام عن داود وعن سليمان وعن ملوك إسرائيل. تفسير الرمزي كلام عن المسيح، تفسير الروحي بيقول لي أنا بقى، ربنا بصص لي من السماء وقال لي انت ابني انا اليوم ولدتك. اقول له ولدتني امتى؟ يقول لي يوم المعمودية. وعشان كده المسيح سمع هذا الصوت يوم معموديته، صوت من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. شمعنا في اللحظة دي الاب قال كده؟ علشان يقول لنا كل واحد فيكم لحظة ما بيطلع من المعمودية هيسمع هذا النداء، أنت ابني أنا اليوم ولدتك. طب نتيجة أن أنا ابنك يا رب إيه الحاجة اللي أخدها؟ قال لي يديك الأمم مراس، كل الناس دي تبقى مراس ليا. يقول لي آه إزاي يعني؟ ما في آية بتقول طوبى لودعاء لأنهم إيه؟ يرسون الأرض. الإنسان الوديع المتحد بالله اللي هو بقى ابن لله وماشي زيه، كل الدنيا تبقى تحت رجليه. أعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك، تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. طبعا انتوا عارفين الحديد ده يكسر والخزف ما يقفش قدام الحديد، فقال له هديك قوة زي الحديد وتبقى كل الأمم حواليك زي الخزف. الخزف ده اللي هو الفخار يعني، بأقل خبطة ممكن يتكسر. فالآن أيها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الأرض. طبعا ممكن كلمة الملوك يقصد بها برضو أنت وأنا، لأن الإنسان فينا يبقى ملك
على حياته على بيته على شغله، وقاضي بين ولاده، قاضي في الخدمة بين الناس. فبيقول أيها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الأرض. نعمل إيه؟ قال اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة. كلمة اهتفوا يعني هللوا، افرحوا. طب بخوف ولا بفرح؟ يقول الاثنين. اعبدوا الرب بخوف يعني بمهابة مش برعب. ما الخوف فيه نوعين، نوع الرعب ونوع المهابة. يعني لما تكون في امرأة بتخاف من جوزها لانه مرعب تبقى العيشة مرة، لكن لما تكون بتخاف منه لانها بتهابه لانه انسان محترم وحنين ما تحبش ان هي تأذي مشاعره او تضايقه وبتحسس عليه، دي حاجة كانت جميلة. فاحنا علاقتنا مع الله هي علاقة الخوف بتاع الابناء مش بتاع العبيد. فقال اعبدوا الرب بخوف. لما ادخل الهيكل اقف بمخافة، لما اكون في صحن الكنيسة اقف بهدوء، لان يليق بالرب الاحترام. ببيتك تليق القداسة يا رب. فاعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة، هللوا برعدة، افرحوا وانتم واقفين في مخافة. ما ينفعش في العبادة الكنسية ان الانسان يسرح ويضحك ويتكلم ويتلفت حواليه وما ياخدش باله من الصلاة، كل ده مش صلاة. قبلوا الابن لئلا يغضب. قبلوا الابن دي تفكرنا بالعتاب الرقيق اللي قاله المسيح لسمعان الفريسي، قال له قبلة لم تقبلني، أما هي فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي. قبلوا الابن لئلا يغضب. والقبلة علامة الحب والاحترام، معناها حبوا الابن لحسن يزعل. طب نحبه ليه؟ لأنه هو حبنا. طب لو غضب يحصل ايه؟ تبيدوا من الطريق. يعني اوعوا تفكروا يا ملوك الارض والقضاء ان انتم ليكم سلطان، ده لو الابن غضب عليكم تبيدوا من الطريق، لانه عن قليل يتقد غضبه، بعد قليل هيزعل. ويختم المزمور بكلمة جميلة، طوبى لجميع المتكلين عليه. يا بخت الناس اللي يتكلوا على المسيح ويعيشوا معاه ويحبوه ويملكوه على قلوبهم ومشاعرهم وحواسهم وعواطفهم، وتبقى حياتهم في ايديه. ربنا يبارك حياتكم لإلهنا المجد الدائم لابد امين. بنشكر سيدنا يفتح الحبر الجليل الانبا رفائيل. بكره جماعه قبل العشية، احنا العشية بتبتدي 7 مساء، 6:30 هنكون موجودين للحفظ المزمور الاول او الثاني، يجي يسمعه. حفظ المزمور ليه جايزة فورية، كتاب او هدية او صورة، وبعدين بنسجل الاسماء، وهيبقى لحفظ المزامير كلها ليه جايزة كبيرة بدون اختيار. يعني كل اللي يحفظ مزامير اكتر ليه جايزة تاني مضاعفة. بكرة معانا أبونا بشوي وهبة، هناخد المزمور الثالث من صلاة باكر. حل نازل تفضل يا معلم.